من عندي انا عندي واحد المشكل. شنو هو؟ ما عرفتش كيفاش عندي واحد لابارتي هي مفرشه تجي وديك لابارتي قلت مع راسي لانه مده هادي هو عندي قلت خصني ندير شي لون لا غادي يواتي ليا هاد اللون او يزي يقدر يزينو اونكور بلوس. دونك دابا غادي تشوفوا هاد الفيديو وغادي تعطونا الاراء تاعكم اش من اللون اللي غادي نقدر ندير باش يزيد هاد الصالون مزيان يعني اكثر من هكذا. ودابا كتعرفوا بلي كل صالون مغربي فيه طابله مطوره كيما هكا او مربعه للاكل ولا للضيوف الا جا ولا غير واحد بوحدو في دارو يجلس يشرب كاس تاع اتاي. وكتعرفوا بلي اي بيت مغربي كتوجد فيه مخشاي من الصينيه والكيسان والبراد، براد عشاري كما كنقولوا كاينين جوج براد هنايا ياك والعماير تاعهم كما العاده. هذه طابله منقوشه مغربيه حره بالكراسه ديالها، من بعد غنتكلم لكم عليها منين جات وكيفاش جات وكيفاش وصلت لهاد المكان. وكاين عندي هذا اللون اللي محيرني انا دابا وهو هذا اللون اللي عندي في الريدو، بغيت نشوف واش كاين نقدر ندير شي طلامط في هذا الشكل. هذا هذا ما هو قهوي ما هو بوردو فيولي ما عرفتش كيفاش نقول لكم. ايوا هادشي اللي كنقول لكم، كنتمنى منكم باش تشجعوني باللايك لايك وتابوني ابيي سور لا سونيت يعني بركوا على الزر. ومرحبا بكم عندي وانا مرحبا بيا عندكم. وكنتسنى الاراء تاعكم وشكرا شكرا بزاف. واللي شافني في الصباح صباح الخير عليه، واللي شافني مع العشيه مساء الخير عليه، واللي شافني بالليل ليله تاعو تكون سعيده ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتلاقاو في فيديو اخر ونتمنوا الخير من هنا لقدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.